مثلا بين صيام مثلا 3 أيام في شهر تدخل مع صيام عرفة، هل تأخذ الأجرين؟ تداخل العبادات يعني نأخذ بالعام، تداخل العبادات قسمة، قسم لا يصح، وهو فيما إذا كانت العبادة مقصودة بنفسها أو تابعة لغيرها، فهذا لا يمكن أن تداخل العبادة فيه. مثال ذلك إنسان فاتته سنة الفجر حتى طلعت الشمس وجاء وقت صلاة الضحى، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن الضحى ولا الضحى عن سنة الفجر ولا الجمع بينهما أيضا، لأن سنة الفجر مستقلة وسنة الضحى مستقلة، فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. وكذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها فإنها لا تتداخل. فلو قال إنسان أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة، قلنا لا صح، لأن الراتبة التابعة للصلاة فلا تجزي عنها. والقسم الثاني أن يكون المقصود بالعبادة مجرد الفعل والعبادة نفسها ليست مقصودة، فهذا يمكن أن تتداخل العبادات فيه. مثاله رجل دخل المسجد والناس يصلون في صلاة الفجر، فإن من المعلوم أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل مع الإمام في صلاة الفريضة أجزأت عن الركعتين. لماذا؟ لأن المقصود أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد. وكذلك لو دخل الإنسان المسجد وقت الضحى وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الضحى أجزأت عن تحية المسجد، وإن نواهما جميعا فهو أكمل. فهذا هو الضابط في تداخل العبادات، ومنه الصوم. فصوم يوم عرفة مثلا المقصود أن يأتي عليك هذا اليوم وأنت صائم، سواء كان نويته من الأيام الثلاثة التي تصام كل شهر أو نويته ليوم عرفة، لكن إذا نويته ليوم عرفة لم يجزئ عن صيام الأيام الثلاثة، وإن نويته يوم من الأيام الثلاثة أجزأ عن يوم عرفة، وإن نويت الجميع كان أفضل.